أخبار اليوم. ولا ما دقتش كنت هموت من الخوف ودي سلاحك تمام. العملية دي متقلش عنها عن عملية العبور، مفيش أي احتمال للخطر. الله أكبر. الفيلم غريب من حيث او جديد علينا صعوبته في ان كلنا جداد على اللون ده، المخرج جديد على اللون ده، المنتج، المؤلف، كل الناس فيها حداثه كده في اللون ده، فده صعوبته لان ممكن يبقى لازم في عنصر خبره كبير في التجارب اللي من النوعيه دي. الحمد لله ان احنا قدرنا في 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 في, في زمن يمكن طويل شويه بس بسبب الاحداث السياسيه مش بسببنا، ان احنا نعمل عمل كبير، نعمل عمل يعبر عن قطاع عريض قوي من الشعب المصري، هو قطاع الناس اللي خدمت في الجيش او الناس اللي بتخدم لغايه دلوقتي في الشرطه وفي الجيش. في الموضوع ده احنا بنناقش قضيه ناس قربنا ننساهم، جنود 73، ابطال حرب 73. احنا بسال طفله صغيره تعرفي عن اكتوبر؟ قالت لي كوبري اكتوبر. فاحنا محتاجين ان احنا نعرف ونعرف، احنا اتعلمنا في الفيلم ده حاجات ومحتاجين ان احنا نعلمها لاولادنا ولاخواتنا الصغيرين، يعني ايه اكتوبر ويعني ايه حرب اكتوبر، ولو ما كانش حرب اكتوبر حصلت كان ايه اللي حصل. افتكر دي مهمه قوي ومهمه على الفنان اللي يقدر يعني. اتعلمت اني ما اخافش، يعني انا طول عمري ما بحبش اخاف، واتعلمت ان انا ما اخافش من تجربه ايا ما كانت، يعني لان حتى الناس بتقول لي انت بتعمل كوميدي ده مش صعب عليك. طب هو انا ما باجي داخل عمل كوميدي ما بقى صعب عليا برضو؟ لان مش ضامن نجاحه، مش ضامن قبول الجمهور، انت بتتعب وبتبقى قلقان من الاحساس بتاع هينجح ولا مش هينجح، الناس هتقبلني ولا مش تقبلني. وبرضو المغامره في فيلم عسكري هي بصراحه يعني. اعتقد انه ما هوش فيلم عادي، اعتقد انه حدث فني مهم بيعبر عن ناس مكانتهم في قلوبنا كبيره جدا، بيعبر عن شهداء، ومهما برعنا في التمثيل عمرنا ما هنقدر نوفي الناس دي حقها، لان روح البني ادم ما عندوش اغلى منها، وده اللي هم قدموه علشاننا يعني. ففكره انهم فيلم دي حاجه بسيطه قوي، و متعودين من جيشنا ومن شرطتنا انهم يعملوا بطولات، وبطولات اكبر من كده بكتير، والابطال الحقيقيين اللي ماتوا، الابطال الحقيقيين اللي استشهدوا علشاننا، ولحد النهارده كل يوم على حدودنا بيقابلوا ارهاب غادر مش قادر يواجههم، وبيقفوا باستبسال وبياخدوا كل رصاص في قلوبه صعب، لانه كله على قد ما قدرنا نظهره بشكل جيد، استحملنا حاجات كتير قوي، لانه صعب انه برضو ان الحاجات تخرج بشكل 100% مظبوطه يعني. ف ان احنا بنصور في جو صعب جدا طبعا، ده حاجه ولا حاجه جنب الجنود الحقيقيين اللي عبروا اكتوبر في الظروف دي يعني، اللي كانوا صايمين، واللي يعني مهما قلت لك من صعوبات حصلت لنا حاجات كلها ولا حاجه. فكره ان احنا نعمل تدريبات الصاعقه اللي فيها نسبه فاقد كبير جدا والناس بتستشهد في التدريبات، عملنا التدريبات دي من غير ما نستخدم دوبلرات، دي كانت حاجه بالنسبه لنا يعني اكننا في وقت من الاوقات حسينا ان احنا بنعمل العمليه الحقيقيه من كتر ما احنا حبينا يعني الموضوع. ومره ولن تتكرر، كان كل مشهد بالنسبه لنا يعتبر تاريخ، ونتمنى يعني ان يكون ده قدرنا نحققه. عايز اقول حاجه مهمه جدا، اول ما اتعرض عليا الفيلم ده اسد سينا كانت فرحتي بيه لا تتخيلها. ليه؟ لان هذا النوع من الافلام ينقصنا كثيرا، لان ده بيبرز أبطالنا في الحروب، أبطالنا في حرب أكتوبر، إزاي نتناساها؟ إزاي المنتجين يتناسوا هذا؟ فكان شيء كبير جدا يعني. قبل ما أقول، أنا دايما قبل ما أوافق على أي فيلم أقرأ 7-8 مرات السيناريو علشان أقتنع به أو لا أقتنع، إنما ده من أول ما تقال إنه على بطل من أبطال سيناء قلت أنا موافق وأمضيت عليه من غير ما أقرأ السيناريو، قريت السيناريو ولقيته ووافقت
وقعدت واتكلمنا وتناقشنا. فالفيلم فعلا من أهم ما تتصوره للسينما المصرية، وأتمنى من كل قلبي إن يتكرر، مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، يتكرر كتير، لأن احنا عاوزين نعرف أبطالنا اللي ضحوا بحياتهم علشان تاريخهم ايه، حياتهم ايه، نقول ايه عشان الشباب يقتاد. فيلم حربي مش هينفع اكلمك عن دوري لوحده، هو مش منفصل عن المجموعة كلها. هي المجموعة كلها عاملة فيلم بتحية للجيش المصري، بنقول لهم احنا فاكرينكو، فاكرين تضحياتكو، فاكرين شهدائكو. دي حاجة بسيطة قوي ان احنا ممكن نعملها، خصوصا بعد يمكن 30 سنة ما عملناش نوعية الافلام دي، يمكن لان احنا كنا وقتها كنا خارجين منتصرين من حرب اكتوبر. دلوقتي بعتقد ان احنا كنا في حرب تانية وخارجين منتصرين منها، فالافلام دي مناسبة قوي للفترة. اسد سينا احس بانسان، مش ماليش دعوة بضابط شرطة ولا ضابط جيش ولا لا، بإنسان، بشاب ضحى بكل شيء عشان بلده، وده أهم حاجة. شوف، طالما الكاست اللي بيعملوا في الفيلم حبوا الفيلم، فالمتاعب دي لا تساوي شيء، بتعدي. ليه؟ لأن متاعب بحب بحبها، فطالما حبيتها مش بتحسش بتعب، ما حسناش ولا واحد فينا حس بتعب. انا بعتبر دي اهم واحسن واسهل من الافلام الروائيه. التجربه زي ما انت قلت كده في بدايه الكلام، هو صعوبتها طبعا هي جزء فيلم حربي، فيلم حربي في 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 مصر، واتعمل بعد 35 سنه من الحرب او 40 سنه من الافلام الحربيه اللي اتعملت. فاكيد دايما بيبقى لما تاخد المبادره بتبقى فيها نوع من كل يعني بالبلدي كده بيقولوا بتحاسب على كل الحاجات اللي قبل كده. تجربه مهمه، تجربه صعبه، 3 سنين بنعمل فيها. ال3 سنين كنا مش عشان خاطر تنفيذها ولكن عشان خاطر ظروف البلد. انت في الاخر خلاص عاوز تجيب صحراء شبيهه بسينا، مش هتجيب صحراء عاديه وخلاص، روح صور في سينا. فطبعا عشان صور في سينا الايام دي صعب جدا. الناس تعاونوا معانا بشكل دون مساحه كويسه ان احنا نقول اللي احنا عاوزينه. الفيلم يا جماعه فيه راي وراي اخر الموجودين مقترحين، في الاخر خالص الراي والراي الاخر بيجمعوا راي واحد ان الشهيد لا يختلف عليه اتنين. الشهيد اللي بيموت عشان خاطر كلمه حق، بيموت عشان خاطر البلد دي، ممكن يكون مدني، عسكري، ضابط شرطه، عسكري جيش، ضابط امن، يعني ايا ما يكن، في الاخر خالص احنا بنتكلم عن شهيد. الفيلم مر بظروف كتيره جدا جدا. انت كنت بتشتغل في 2013 مع وجود الحكم السابق، بعد كده فتره الانتقال، بعد كده في وجود الرئيس السيسي. فطبعا انا في الاخر خالص احنا خدنا حريه كبيره جدا 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 من اللي احنا نقول الكلمه. الفيلم يا جماعه لازم تشوفوه بشكل نقدي، حتى انا هبسط، لان في الاخر خالص بيتكلم عن فيلم روائي، مش فيلم دوكيومنتري. احنا ما بنعملش افلام دوكيومنتري ان رجاله، لا خالص، ده فيلم فيه حدوته وفيه علاقات انسانيه. ده تخللها قصه حقيقيه، لكن في الاخر خالص القصه الحقيقيه دي بتنتهي بايه؟ بدراما في الاخر خالص. هتتفرج عليه بعد 100 سنه، تتفرج عليه انت النهارده ممكن تقعد تتفرج على هاملت. هل انت مشكلتك ان هاملت ان عم ده عم مات قتل ده ولا لا؟ هو بيحكي جزء من الواقع، والمفروض واخبار حضرتك ان الدوله تهتم او الناس يهتموا بالبطولات اللي موجوده، واخبار حضرتك، عشان في حاجات مدفونه محدش يعرف عنها حاجه والشعب ما يعرفش عنه حاجه، واخبار حضرتك. حضرتك كنت سلاح ايه؟ قوات خاصه. طبيعه الفيلم عملت يعني عملت نفس الجو اللي كنتوا عايشين فيه ولا كان لازم بتعمل نفس تعمل طبيعه الجو عشان الممثل بجسد روح الحقيقه. واحنا بنتمنى يكون الفيلم يعجب ان شاء الله بامر الله يعني.